بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالكليما دون ليكوسيستيم، يعني المناخ النظام البيئي. بالتأكيد لا يمكن أن يوجد أي نظام بيئي إذا لم يكن هناك عوامل مناخية أعدت جميع الظروف المواتية للحياة، التي تبدأ من التربة والتي تتشكل تحت تأثير هذه العوامل لإعطاء مكان ملائم لتركيب النباتات، حيث أن هذا الأخير كمنتج غذائي ذاتي العيش الوحيد في قاعدة السلسلة غير قادر على إنتاج الغذاء دون استخدام أشعة الشمس لسحب الطاقة، وبالتالي جميع الكائنات الحية وبالتالي تعتمد على المناخ والنظام الإيكولوجي بأكمله والحياة على هذا الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث المناخ بجميع الوظائف الفيزيائية والبيولوجية التي تحدث تحت داخل النظام البيئي لخدمة ديناميكياته وتطوره، وكذلك توازنه أو ذروته. صح. كما لا يمكن إنكار أن المناخ يعمل في شكل مباشر وغير مباشر على جميع مكونات البيئة والطبيعة التي يمكن تبسيطها بطريقة أو بأخرى بواسطة النظام البيئي، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن تطور هذا الأخير ممكن فقط تحت تأثير المناخ. ولكن لا يزال يبقى لشرح عمل هذا المناخ على هذه المكونات المختلفة للنظام البيئي. في الواقع وعلى الجزء الحي من النظام الإيكولوجي بيوسينوز، فإن تأثير المناخ ورد الفعل موصوفان في مجال المناخ الحيوي، لكن تأثير المناخ على الجزء الخامل من النظام البيئي بيوتوبيا يبقى ليتم تطويره. صح. في هذا الجزء يتمثل الهدف في إظهار باختصار التأثيرات المختلفة لعناصر المناخ المختلفة عن المكونات المختلفة عن النظام البيئي وتفاعلاتها المختلفة، وهذا بعد أو بغض النظر أو بعد بعض أو وهذا بعد وصف وتعريف والتعريف بعد الوصف والتعريف الأساسية الهامة. روحوا لإيكو سيستام وهو النظام البيئي. العالم تنسلي 1935 قال: طبيعتنا البشرية تحثنا على اعتبار الكائنات أهم مكونات هذه الأنظمة، ومع ذلك فإن العوامل غير العضوية تلعب بالتأكيد دورا. هنالك تبادل مستمر داخل هذه النظم ليس فقط بين الكائنات الحية، ولكن أيضا بين الكائنات الحية والعوامل الغير العضوية. الأنظمة التي يمكن أن نسميها النظم الإيكولوجية هي مجموعة من العناصر التي لها روابط أكثر مع بعضها البعض من الخارج مع كائن حي، ويسمي نظام حي، يسمي سيستام فيفانت. يتم تعريف النظام البيئي أيضا على أنه مجموعة أو مجمع المجتمع الديناميكي للنباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، وتتفاعل بيئته الميتة كوحدة وظيفية. البشر حيث يوجدون هم جزء لا يتجزأ من النظم الإيكولوجية. تختلف النظم الإيكولوجية في حجم وتعقد التفاعلات، وتترابط وتتأثر بالعمليات الطبيعية والعوامل الأنثروبيولوجية. النظام البيئي ليس له حدود ثابتة. صح. بعض الأمثلة عن النظام الإيكولوجي هي الغابات المطيرة والصحراء والنظام المزروع، ويمكن أن يتراوح حجم النظام الإيكولوجي من بحيرة بسيطة إلى مساحة كبيرة. صح. باختصار، يشير النظام الإيكولوجي إلى المجموعة التي شكلها مجتمع من الكائنات الحية، يعني التكاثر الحيوي، وبيئته الجيولوجية وبيولوجيته والغلاف الحيوي، يعني بيوتوف الموائل. يعني إن العناصر التي تشكل نظام بيئيا تتطور
أو تطور شبكة من الاعتمادات متبادلة وتتيح الحفاظ على الحياة وتطويرها. نروح نشوف حاجة يسموها بيوسونس، التعايش البيولوجي، وهو مجموعة من المجمعات أو الكائنات الحية من جميع الأنواع النباتية والحيوانية تتعايش في مساحة محددة وتسمى البيوتوب. البيوتوب هذا البيوتوب هو عبارة عن مجموعة من العناصر التي تميز بيئة فيزيائية وكيميائية محددة وموحدة تستضيف النباتات والحيوانات المحددة للتكاثر. صح، عندنا اني سبيس او اني سبيس مجموعة من الكائنات الحية التي يمكن ان تتكاثر مع بعضها البعض بين الخصوبة، والتي نسلها يعني تتكاثر بالخصوبة يعني صح بالتلقيح ولا يسموه. صح، لو بيوسيناز زائد بيوتوب يعطي لك انيكوسيستم. صح صح، وش قال لك؟ صح، يتم استبدال الإشارة زائد عموما الإشارة للتفاعلات المتبادلة المستمرة. ليكولوجي يعني علم البيئة. أولا، كلمة إيكولوجي هي من أصل يوناني يوكس، تعني بيئة المنزل أو المعيشة، ولوغوس تعني السيونس يعني علم المنزل أو علم المعيشة. صح، نبدأ نشرح هذه الأولى قبل. مصطلح علم البيئة الذي اكتشفه أو استحدثه عالم الأحياء الألماني إرنست هايكل في عام 1866 هو مجموعة من البضائع والرجال الذين يرتبطون بنفس مكانة الإقامة والإنتاج، إنها وحدة عائلية ممتدة ووحدة إنتاج زراعي أو حرفي. يعرف علم البيئة بأنه علم العلاقات بين الكائنات الحية والبيئة بما في ذلك، وبكل معنى الكلمة ظروف الوجود، يعني هذه الظروف هي حيوية وغير أحيائية يعني، وتلعب دورا رئيسيا لمختلف الكائنات الحية لأنها تحفز تكيفها. علم البيئة هو علم يدرس توزيع ووفرة الكائنات الحية وتفاعلات الكائنات الحية مع بيئاتها الأحيائية وغير الحيوية ونتائج كل هذه التفاعلات. روحوا الحاجة يسموها بيو كليماتولوجي يعني علم المناخ الأحيائي. علم المناخ الحيوي أو الأحيائي هو دراسة العلاقة بين المناخ والكائنات الحية. هذا المجال كبير ويشمل علماء من العديد من التخصصات، ينقسم بشكل عام إلى علم المناخ الحيوي البشري والحيواني والزراعي والغابي يعني الفورستري. وتشمل التقسيمات الفرعية الأخرى الأيروبوكس، المادة الحيوية أو المادة الحية المولودة في سلوك الهواء، علم المناخ الحيوي في المناطق الحضارية، وعلم المناخ الحيوي لتلوث الهواء، وعلم المناخ الحيوي للجبال، وعلم المناخ الأحيائي الكهرومغناطيسي والتأين وإيقاعات المناخ الحيوي. ومع ذلك لا يوجد نظام تصنيف واحد معتمد عالميا. يحتوي مجتمع الأرصاد الجوية الأمريكي على سبيل المثال الأرصاد الجوية الزراعية صح والغابات، وعلم المناخ التطبيقي، وعلم الأرصاد الحيوية والإيروبولوجيا والجوانب الجوية لتلوث الهواء. تتراوح مدة الدراسة بين الدورة اليومية والعصر الجيولوجي. علم المناخ الحيوي لديه الكثير من التطبيقات لراحة الإنسان. سوف تساعد علم المناخ الحيوي على فهم أسباب المخاطر الطبيعية وآثارها وكيفية الوقاية منها.
سيستم كليماتيك يعني النظام المناخي. إنه نظام معقد للغاية يتكون من 5 مكونات رئيسية، هي الغلاف الجوي والمحيطات والغلاف الجليدي وسطح الأرض والمحيط الحيوي وتفاعلاتها يعني. صح. يتطور نظام المناخ بمرور الوقت تحت تأثير دينامياته الداخلية وبسبب التأثيرات الخارجية مثل الانفجارات البركانية والتغيرات الشمسية والأثر البشري المنشأ من تغيير تكوين الغلاف الجوي وتغيير الغلاف واستخدام الأرض يعني. لو سيستام سيستام وهنا سنتانس كليماتيك يعني التوليف المناخي. على الرغم من عددها وتنوعها فإن عناصر المناخ لا توجد دائما بشكل فردي لأنها وحدها غير قادرة على وصف المناخ. وبالتالي فإن هذه الضرورة هي أصل إنشاء بعض الصياغ التي تتضمن عناصر معينة من المناخ بنسب محددة وبشكل جيد عن طريق معاملات الخاصة من أجل وبطريقة ما إعطاء فكرة أقرب ما يمكن إلى واقع أحد جوانب المناخ الذي يجعل ممكن تحديد الأعطال المناخية على المحيط الحيوي وعلى الإنسان بشكل خاص. هذا ممكن بفضل المؤشرات المناخية التي ذكرها ما يلي كأمثلة يعني. أول حاجة كاين لانديس داريديتي يعني مؤشر الجفاف. قد يكون أن تكون المنطقة تتلقى الكثير من الأمطار أو تكون درجة الحرارة الطبيعية منخفضة لكنها تتميز دائما الجفاف. هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه العوامل المناخية تتحد مع درجة الحرارة والهطول مما يضيف أيضا الرطوبة للرياح. لذلك يمكن حل هذه المشكلة من خلال الجمع بين هذه العوامل التي تؤثر الجفاف في صيغة ما يسمى مؤشر الجفاف. تم إعطاء العديد من الصيغ لهذا المؤشر، بعضها يعتمد على المعايير المناخية والبعض الآخر هو الجغرافيا. من بين كل هذه الصيغ يبقى أشهرها إيمانويل دي مارتن 1926-1948 وتشارلز وثرنويث 1928 وبنولز جوسن 1953-1957. صح. كوتيا بلوفيو تيرميك دومبرجي. صح. ورانا من أجل قال لك تصنيف مناخات حوض البحر الأبيض المتوسط يتصور أمبرجي نظرية قادرة على إعطاء تعبير اصطناعي لأنواع هذه المناخات من ناحية على حاصل هطول الأمطار التي أو الذي يجعل من الممكن في ظل عدم وجود قياس مباشر تبخر تحديد مؤشر الجفاف، وثانيا استخدام متوسط الحد الأدنى من الشهر الأكثر برودة. صح. يتم استخدام حساب أمبرزي الفرق بين متوسط درجة الحرارة القصوى في الشهر الأكثر سخونة متوسط درجة الحرارة الصغرى في أبرد شهر أو أقصى درجة الحرارة، وذلك لحساب عملية حساب النسبة المئوية المرتفعة للحرارة يعني البي في المية على 2 أم زائد أم كبيرة زائد أم صغيرة على 2 في أم كبيرة ناقص أم صغيرة. صح. يستخدم أم صغيرة في نظام من محاور الإحداثيات من خلال رسم حاصل الضلع بليفيو تيرميك عن الإحداثي والحروف الصفرية. أم يستجيب استخدام أم لملاحظة قام بها فلولت ودوارنت بأن شجرة الزيتون يمكنها تحمل درجات حرارة ناقص 14 درجة دون معاناة بشرط أن تحدث درجات الحرارة المنخفضة هذه في الطقس الجفاف. وهكذا فإن المناطق الأكثر برودة من جنوب فرنسا مثال وسط إسبانيا والجبال الجزائرية يمكن أن تتحمل
تحمي نباتات البحر الأبيض المتوسط لأنها أكثر جفافا. باستخدام هذه الطريقة يميز أمبرشي أنواع متعددة من مناخ البحر المتوسط الذي يربط بينه وبين العديد من أنواع النباتات المتوسطية. الروحو لانديس كونفورت يعني مؤشر الراحة. هذا مؤشر ذو أهمية خاصة للإسكان والمواء البشرية، فهو يجمع بين درجة الحرارة الرطوبة الحرارة والرطوبة في صيغة لتقييم راحة الوقت مع أو المناخ أو مناخ للرجل يعني للإنسان يعني لوم سبعة عامة. الراحة الحرارية هي تقدير شخصي، تتم دراسة الراحة الحرارية في المباني بطرق وأدوات تم تدويرها من خلال الأساليب الثابتة، مما يسهل من تعقيد ظواهر تفاعلية. يعني في المباني نماذج الراحة الحرارية الأكثر استخداما هي الفونجر إيزو بي أم بي البي بي دي الكويكا الجاج إلى آخره. تم استخدام طراز الفونجر كأساس لمعيار الدولي الذي يتعامل مع ظروف الراحة في البيئات الحرارية المعتدلة. كوجر للمعيار الأمريكي الذي يحدد أيضا ظروف الراحة الحرارية في المباني. صح. على سبيل المثال المؤشرات التي ناقشها سار إي آل عام 2012 على أنها مهمة من جهة نظرية نظر زراعية، مثل مؤشر حدودي للجفاف متعدد المراحل، مؤشر عجز المياه، مؤشر الرضا الأول الاحتياجات المائية للمحاصيل. يعني في النهاية قالك تم استنتاج أن أي تغيير في درجة الحرارة يترجم حتما لاضطراب في المناخ بأكمله، ويمثل قوة دافعة للنظام الإيكولوجي الطبيعي الأرضي، ومما يؤدي إلى إعادة صياغة مفرطة الحساسية ووضوحا داخل نظام نظم إيكولوجية الطبيعية. مشكلة تجعل من الضروري دراسة العلاقة بين المناخ ومكونات النظام الإيكولوجي بما في ذلك النباتات الحيوانات والتربة من أجل التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في النظم الإيكولوجية الأرضية، وخاصة الأكثر هشاشة وضعفا بما في ذلك السحوب في سياق هذه التغيرات المناخية الأخيرة، لا سيما ظاهرة الاحتباس الحراري التي عانت بالفعل وشعر بها الناس. يعني هذا التنوع أو هذا النوع من نمذجة النظام الإيكولوجي للمناخ يحتاج إلى تغير المناخ، وقبل كل شيء الاحترار العالمي إلى تحليل دراسة متأنية على نطاق موسمي حتى يتسنى التنبؤ بمستقبل النظام البيئي الدقيق. بيوديفرسيتي يعني التنوع البيولوجي، اختصار للتنوع البيولوجي الذي يشير إلى التباين داخل الكائنات الحية من جميع المصادر بما ذلك النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والنظم المائية الأخرى والنظم الإيكولوجية التي تشكل جزءا منها، ويشمل ذلك التنوع داخل الأنواع يعني التنوع الجيني، وبين الأنواع يعني تنوع الأنواع، والنظم الإيكولوجي يعني التنوع البيئي المتبادل. صح. أكسيو دو كليما دون الإيكوسيستم يعني الإجراءات المناخية في النظام البيئي. لا يمكن إنكار أن الشمس هي مصدر الطاقة الأول والوحيد تقريبا للأرض بأكملها في نظامها الطبيعي، وخاصة للنبات وبالتالي لجميع الكائنات الحية. في الواقع تبلغ الطاقة المستقبلية من الأرض عند الحد الأعلى للغلاف الجوي اللي هو 370 واط في المتر المربع، أو يتم التعبير عنها سابقا بالشكل يعني 2 كالوري سنتيمتر مربع مينيت يعني، وتسمى هذه القيمة الثابت الشمسي، حيث يصل جزء منه فقط إلى الأرض بعد الانعكاس والامتصاص من الجو الذي يسخن لتوفير مكان البيئة المواتية للحياة
التي لا يمكن أن توجد على الأرض دون أشعة الشمس وتأثير الدفئة مضمونة من الغلاف الجوي. يتكون هذا الإشعاع الشمسي من عدة موجات، أهمها مرئية، الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة تحت الحمراء. يعمل هذا الإشعاع الشمسي من خلال الطاقة والإيقاع والشدة ودورتيه. يعني ثاني لاكسيو فيزيك دو رادياسيو سولار، يعني العمل الفيزيائي للإشعاع الشمسي. في مقابل الطاقة المستخدمة في التمثيل الغذائي البيولوجي مثل التمثيل الضوئي، فإن الطاقة المستخدمة في الأعمال البدنية التي تكون في غالبيتها من أجل تحقيق ظروف مواتية لبقاء التعايش الحيوي قد تم استدعاؤها بواسطة الطاقة المساعدة من المساعدة، ودوره يمكن أن يتجلى في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والبيئة المحيطة، مما يجعلها قادرة على إيواء كتلة حيوية نشطة. وهذا الاحترار هو النتيجة المباشرة لامتصاص جزء من الإشعاع من كتلة الهواء الجوي. في هذا السياق نفسه من المفيد ملاحظة أهمية الإشعاع تحت الحمراء أو الإشعاع الحراري، لأنها تلعب دورا حيويا خصوصيا في الليل في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي المنبعثة من الأرض، أو تسمى البيدو أو البياض. صح. تباخر الماء الذي يسمح لبخار الماء بالوصول إلى السماء حتى نقطة التشبع، حيث يتبع التكثيف الذي يؤدي إلى السحب والتي سوف تتحرك نحو مناطق أكثر برودة لإعطاء الترسبات، وبالتالي سيتم توزيع الماء بشكل صحيح على الأرض للسماح للحياة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب بخار الماء هذا دورا رئيسيا في تسخين الغلاف الجوي عن طريق إصدار الطاقة أثناء التكثيف في صورة الأشعة تحت الحمراء. وضع حركة السوائل الهواء، يعني سوائل الهواء أو الرياح، سوائل الهواء أو الرياح والماء التيار البحرية من خلال التوزيع غير متكافئ للإشعاع الشمسي وفقا لخطوط العرض والارتفاعات والفصول، وبالتالي التوزيع غير متساوي لدرجة الحرارة التي يتدفق منها جميع التقلبات المناخية. التفاعلات الكيميائية الضوئية عبارة عن تحلل ضوئي أو تفاعلات أخرى تحفز بالضوء، لأن الأخيرة لها تأثير مهم على كل من الموارد وعلى التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل النظم الإيكولوجية وحتى تلك الموجودة داخل أجسام الكائنات الحية وخاصة تلك الهرمونية. تكون هذه الإجراءات في بعض الأحيان خطيرة للغاية وعدائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشعة التي تتسلل إليها الأجواء بفضل طبقة الأوزون مثل الأشعة فوق البنفسجية الضارة للغاية. ومع ذلك فإن لهذا الإشعاع تأثير إيجابي ولا يمكن أن يزال غير معروف، على سبيل المثال توليف السلائف من فيتامين دي. 7.2 أكسيو بيولوجيك دو لا رادياسيو سولار، يعني العمل البيولوجي الإشعاع للإشعاع الشمسي. لون سوليمون سورس دينرجي بوغ لا بلانيت إي بوغ توت لي زاتر فيفون، يعني مصادر أو مصدر أشعة الشمس للطاقة ولجميع الكائنات الحية. لقد علم كهنة مصر القديمة، يعني في المملكة الوسطى في القرن 14 قبل الميلاد، أن الإشعاع هو الذي أنشأ النباتات وهو شرط الحياة كلها. يعني لا شك أن عملية التمثيل الضوئي هي التفاعل الأكثر أهمية وشهرة في عالم الأحياء، لأنها في أساس التكوين وإنتاج كل المواد العضوية التي تخدم النباتات في تكوين عضويه وهيكله الذي يتشكل بدوره أول غذاء في السلسلة الغذائية، خاصة بالنسبة للحيوانات العاشبة كأول مستهلك.
الصحة وبفضل كلية ذاتية التغذية فإن النبات يعني هو الوحيد الذي يستطيع أن يطور مفرد بمفرده طعامه وبالتالي الطاقة اللازمة لبقائه ونموه. أصل هذه الطاقة هو بلا شك الطاقة الشمسية التي تصل إلى النبات بواسطة الأشعة الشمسية التي يمتصها الكلوروفيل. هذا الأخير يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية موجودة في الروابط الكيميائية للجزيء العضوي الناتج عن هذه المجموعة من التفاعلات التعويضية، بعضها متتابع والأخرى تحدث بشكل متوازن. يعني هذه الرسمة تعطي لك ردود الفعل في التمثيل الضوئي للصور جاء من هذا الموقع. يحتوي الجزيء العضوي الذي يتكون من عملية التمثيل الضوئي على الطاقة لكل من النبات نفسه وللآخرين الذين يعيشون في شكل غذاء. هذه الطاقة الغذائية أو الطاقة الكيميائية يمكن الوصول إليها بفضل أكسدة جهاز تنفس الجزيء العضوي وكسر هذه الروابط لتحرير الطاقة. صح. كسر هذه الطاقة. في الماضي اعتقد الفيلسوف أرسطو وتلاميذه أن النباتات نمت بفضل المواد المختلفة الصادرة عن التربة، وبالتالي توقع نظرية مستقبل دبال، وبالتالي كانت الأوراق بالنسبة لهم فقط للزينة أو نوع من حاجب للشمس. ومع ذلك إذا ظهرت العقول والمراقبون بشكل مفاجئ فجأة، والتي أظهرت دور رئيسي لخمسة أوراق دور الأساسي لأوراق شجر، وأن هذا الأخير هو المقعد والنبات الذي تحدث فيه الحياة بشكل كلي. يستخدم التمثيل الضوئي الماء وثاني أكسيد الكربون كمولد خام وضوء الشمس كمصدر للطاقة لجعله مادة عضوية مع كمية كبيرة جدا من الطاقة في الروابط الكيميائية. يمكن تلخيص ردود الفعل هذه بالمعادلة التالية: 6CO2 زائد 12H2O زائد إنرجي لمينيس تعطيك C6H12O6 زائد 6O2 زائد 6H2O. طب يعني هذه التفاعل يحدث هذا التفاعل على مرحلتين. نحكي على البروميين. طب الخطوة الأولى هي تفاعل الضوء الذي يتكون من التحلل الضوئي للماء الذي يحدث على مستوى أسباغ الكلوروفيليان الذي يعطي الهيدروجين الذي سيتم إدراجه في المادة المنتجة والأكسجين الذي سيتم بواسطة الزفير وكذا، ويتميز ردود الفعل هذه بالمعادلة التالية: 12H2O زائد 12NADB زائد 12ADB زائد BE 12 في الADB زائد BE يساوي 6O2 زائد 12NADB H زائد H زائد 12ATP. لادوزيامي. طب يعني الخطوة الثانية هي ردود الفعل المظلم، بمعنى أنه لا يتطلب طاقة ضوئية. يمكن أن يكون رد الفعل وهذا عبارة عن خطوة لإدخال الكربون والأكسجين عن طريق تقليل بسيط لثاني أكسيد الكربون وعن طريق الهيدروجين، وهذا يمكن أن يحدث من قبل دورة كالفن الذي تتمثل في المعادلة التالية: 18 ATP زائد 12 NADB H زائد زائد 6 CO2 تعطينا 18 ADB زائد BE زائد 12 NADB زائد 6 H2O زائد C6H12O6. صح. تبدأ دورة كالفن بتثبيت سريع الغاية للجزيء CO2 على جسم سي 5 الكربوهيدرات لإعطاء الكربوهيدرات سي 6، ويعطي ثم جزيئتين سي 3 تحدث تحت تأثير
إنزيم ريبولوز 1,5-فوسفات، ثم تتلقى هذا الجسم في C6 ذرة بي من جزيء ATP ويصبح فوسفات ثلاثي الذي يفقد بعد ذلك ذرة بي التي تتحد مع ATP لاستعادة ATP، ويصبح اللبنة الأساسية للسكرات الفوسفاتاز والتي سيتم تخزينها كمنشأ في الخلية لتخزين الطاقة الشمسية المستلمة حتى يتم استخدامها لاحقا بواسطة الأكسدة على مستوى التنفس أو التخمير الفيرمنتاسيون. في حالات معينة من درجة الحرارة المرتفعة قال لك تغلق الثغور مما يؤدي إلى التنفس الضوئي بدلا من التمثيل الضوئي، وهذا نتيجة للتخزين O2 الذي سيتم تثبيته على C5 بدلا من ثاني أكسيد الكربون. أخيرا يتم تقييم محصول هذا التفاعل عن حوالي 112.3 كيلو كالوري لكل مول، أي بنسبة 12 جرام في 12 جرام تاع كربون و44 جرام تاع CO2 امتص و32 جرام تاع O2 المحررة. يعني لاكسيو بيولوجيك دو ريتم ديكليرمو يعني العمل البيولوجي على إيقاع الإضاءة، وفقا لفرونتي 1999 يشير علم البيولوجيا الزمني إلى دراسة الإيقاعات الزمنية للوظائف البيولوجية التي تخضع لتأثير إيقاع الضوء علاوة على ذلك، والتي لها تأثير أخلاقي على الحيوانات. نظرا لها لأن الإضاءة دورية مع إيقاع كل من الساعة 24 ساعة وإيقاع موسمي فسوف تتأثر. يعني التأثر الأول يعني هذا يقول لك السلوك الدوري، ثانيا هذا يقول لك التكيف مع الفترات الطبيعية مع تزامن الدورات البيولوجية على إيقاع الأوقات المواتية وغير المواتية. تتم هذه التعديلات بشكل عام عن طريق آليات هرمونية سواء في الحيوانات أو في النباتات. لوريتم سيزيونال يعني إيقاع موسمي، تعتمد الكمية اليومية من الطاقة المستقبلة على خط العرض والموسم، لأن الإيقاع المضي يعتمد على الظواهر الفلكية التي تدور الأرض حول الشمس، وبالتالي فهي مستقرة للغاية. صح، هذا المخطط يعطيك لو سيكل سولار اي لو ريتم سيزونار يعني الدورة الشمسية والإيقاعات الموسمية. في البيئة غالبا ما تعمل الاختلافات في الإضاءة كمحفزات للتكيف مع المتغيرات الواقعة في المناخ، وتكيف النباتات مع الفترة الضوئية التي تحدد في علم وظائف الأعضاء مدة الإضاءة خلال 24 ساعة، والتي تعتمد على وضع الزهور وظواهر البيولوجية الأخرى عن طريق التحكم الهرموني. صح، يتعرض الانقطاع الخاص بالعديد من اللافقاريات يعني المفصليات الأرضية والروتيف والإسفنج من المياه العذبة إلى سيطرة هرمونية موجهة من قبل الفترة الضوئية، وهي نفس الفترة لظهور الأجيال الجنسية في المن. يعني صح، في الطيور المعتدلة يحدث نضوج الغدد التناسلية مع زيادة طول الأيام كما يحدث مع بداية الهجرة. في الثدييات يكون نمو المعطف أسرع وأكثر أهمية عندما يكون الأيام قصيرة، ويتم إطلاق الرشق بنفس الطريقة في الحيوانات الجبلية. باختصار اختار تطور الآليات القائمة على فترات فلكية مستقرة تماما. يمكننا القول أن هذه الآليات المدمجة في بيولوجيا الأنواع تلعب دور ذاكرة النظام الإيكولوجي،
روحوا لريتم نيك تي ميرو او سير كاديان، يعني الايقاعات اليوماريه. في النظام الايكولوجي هناك تناوب للنشاط، الراحة بالتناوب ليلا ونهارا او ضوء ظلام، والذي بدوره يدير طريقة تدخل من نوع في النظام الايكولوجي. والمثال واضح للغاية في النظم الايكولوجية المائية، حيث تنتج العوالق النباتية الضوئية اثناء النهار كتلة حيوية نباتية سوف تستهلك ليلا بواسطة العوالق الحيوية العاشبة التي تهاجر في الأيام بعمق متوسط، بحيث يتم استهلاكها بدورها بواسطة الحيوانات العالقة الأكثر حجما التي تحفز نفسها تحفر نفسها عميقا لكسر الطعام للحبار وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة العميقة. ترتبط بعض التعديلات الأخرى أي أحيانا بهذه الإيقاعات المهاجرة، وبالتالي يمكن ملاحظة الحدوث بين الدورات الجينية والهجرات وفي النظم الإيكولوجية المائية وتشريد المسطحات المائية. بالإضافة إلى أن هناك إيقاعات داخلية تعمل على إيقاع العمر أو القمر، خاصة يعني ريتم ريتم لينيار، خاصة من خلال المد البحري. La température agent de contrôle de cycle biologique. عامل التحكم في درجة الحرارة من الدورات البيولوجية. صح. وفقا لفرانسواز 2003، تعد درجة الحرارة عاملا محددا في الأهمية، لأنه يتحكم بجميع الظواهر الأيضية، وبالتالي فإن توزيع جميع أنواع مجتمعات الكائنات الحية في المحيط الحيوي. صح. يقول لك في الواقع فإن أي ارتفاع بدرجة الحرارة يسرع عملية الأيض وفقا لقانون كي ديس، الذي يعبر عن تباين سرعة التفاعل الكيميائي الحيوي أو ظاهرة فيزيائية كيميائية عندما ترتفع درجة الحرارة إلى 10 درجة مئوية. وهكذا يظهر فرانسوا 2003 أن فصل الشتاء المعتدل مع فترات ارتفاع درجة الحرارة غير مواتن بدرجة كبيرة للناس يعني للافقريات الهادئين أكثر من فصل الشتاء القاسي، ويعزي كل هذا التأثير الاعتماد الكبير للدورات ونظام درجة الحرارة البيولوجية، وهذا من خلال جهاز الهرموني النبات أو الحيوان الذي يختار تأثيرات درجات الحرارة المحيطة بالبيئة. هذه الهرمونات عديدة للنبات تتحكم جميع الوظائف أو تتحكم جميع الوظائف البيولوجية مثل السخون وإنبات البذور ونمو وتكوين الأعضاء. يستشهد حمض الأبسيسيك أو أوكسيك أو جبرلين أو إيتيلين برايسينو ستيرويدات سيتوكينات، يعني نستشهد بهذا البروتينات. صح. بنفس الطريقة بالنسبة للحيوانات فإن فصل الشتاء مشروط بسقوط درجات الحرارة في فصل الشتاء، وهذا من خلال نظام الهرموني الحساس. La température est bidogénèse، يعني درجة الحرارة وتكون التربة. بدءا من الصخرة الأم إلى التربة الجميلة، مهد البذور والنبات المشتق منها يحكم توليد الأجنة بشكل كامل الإيقاع الحراري للمناخ. صح.
سلطة. عفوا نبدأ بهذه الأولى. عن طريق التناوب من البرد إلى الحار تتسبب درجة الحرارة في حدود تصدعات إلى الأساس والتي سوف تمتلئ بالماء وتخضع لتأثير ذوبان جليد ناتج عن التجمد، وهو نفسه بسبب درجة الحرارة المتناوبة، وبالتالي سيتم سحب الحطام الناتج عن طريق المياه مع تقليل الحجم لتوليد الطمي والطين التي سيتم ترسبه مع الرمال الضحلة. بالإضافة إلى ذلك يضاف إلى هذا الطين والطمي الرمل والحطام العضوي أو الذبال الذي تتأثر درجة حرارته بالتربة والكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك فإن التحلل في ماء المواد العضوية في التربة ومعدنها يرتبطان بدرجة حرارة التربة وفقا لقانون كيديس. هذه درجة حرارة التربة لها بالطبع أصلها من درجة حرارة الهواء. أخيرا هذه المستويات الثلاثة للتأثير بدرجة حرارة الهواء، وبالتالي المناخ على بالتالي فإن المناخ صح هو يعتمد على المكونات المختلفة للنظام البيئي، وهي أمثلة نموذجية فقط لتسليط الضوء على الدور الرئيسي للمناخ وخاصة درجة الحرارة داخل النظام البيئي. يضاف إلى ذلك التأثير الذي لا يمكن إنكاره للعناصر الأخرى للمناخ في المقام الأول، وهي الترسبات التي يحدد توفرها التوزيع العالمي للمناطق الأحيائية الأرضية ويمثل عاملا بالغ الأهمية للنظام الإيكولوجي. صح هذا وش كاين في هذا الجزء، المرة الجاية نكمل ندخلوا لو دون لو إيكوسيستيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.